أما من يقول إن مسألة القول بخلق القرآن إنها ما تحتاج لها الاهتمام ولا ما يحتاج إنهم يهتمون به من فضول الكلام كما يقول بعض المتحذلقين من الكتاب المعاصرين أو من يتسمى بالعلم، هذا قول باطل، هذا تهوين من مسألة خطيرة، أمر التساهل فيها ليس هي من فضول الكلام. وتسفيه للأئمة الذين اهتموا بردها، وعذب من عذب كالإمام أحمد، وقتل من قتل منهم في ردها، وهذا يقول مسألة يعني مسألة سهلة ولا تحمل كل هذا، هذا إما أنه جاهل لا يدري عن شيء، وإما أنه متجاهل مبطل يريد أن لا يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كما يقولون. وبعضهم يقول الناس أحرار، حرية القول وحرية الكلمة، لا تحجروا على الناس، يعني لا تردون الباطل ولا تبينون الحق، كل له كلامه كل له قوله، تكون الدنيا فوضى، فينبغي التفطن لهذه الدسائس وهذه الشرور التي تحاك ضد المسلمين. نعم.